وزير الداخليه يلعب عدل عشان اللي هو بيعمله ده مش هينفع اصلا. هو خلاص هيطرد كده هيطرد مش هيقعد كتير. عادي عادي لو اطرد عادي. النهارده هيطرد او بما اصح يعني احنا خلاص قررنا ان احنا نطرد. الصحفيين قررت ان هي تطرد. وكمان هنطالب بالافراج عن محمود السقا ومحمود السقا وعمرو بدر لازم يطلعوا وكل الصحفيين اللي في السجون ومش هنسكت يعني شمال يمين الناس هتطلع هتطلع. ما بين التهريج وما بين البلاي ستيشن وما بين الاغاني وما بين الهتافات على سلم النقابه كل الاشكال الاحتجاجيه الممكنه واللي ممكن ابتداعها من خلال الشباب هنستخدمها وهنفضل مكملين لحد ما زمايلنا يخرجوا ولحد ما كرامه النقابه تترد لها باضعف الايمان وهو اقاله وزير الداخليه يعني.